ليش الانبار الان ده تبنى؟ الانبار الان ده يعاد؟ الأنبار ليش الموصل؟ الانبار انا واحد يجاوبني ليش الموصل؟ الانبار بيها ناس واداره محليه مخلصه وده تشتغل بصدق وباخلاص لمحافظتها وناسها، وحقيقه الانبار حاله متميزه، واني ابارك لهم هذا الشيء ويفرحنا انه مدينه عراقيه بها شغل وانجاز والانبار راح تتطور. أنا مو تحيزا ولا مدحا ولا لا هاي ولا حقيقة أنا. بس حقيقة هاي حقيقة ونفتخر. ومن نهض بالأنبار هو الأخ رئيس البرلمان الحالي، عمل بجد وعمل بإخلاص ونهض بالأنبار، بدأ بداية صحيحة وسوى في الأنبار. أنا ما أنا كبير. أنا بهذا أنت أنا يعني تأخذني إلى كل من يشتغل القرايبة الأنبار موصل العراقية والسيد الحلبوسي مطالب الدولة. نعم. مطالب بنفس الوقت مثل ما أهل الأنبار أعزاء علينا، صح. أهل الموصل أيضا أعزاء علينا، ويجب أن توزع ثروة البلد بالتساوي. لكن الأنبار الآن يعني جهد أقصد استثماري خارجي. رئيس البرلمان من اشتغل محافظ في الأنبار، أي. اشتغل خدم ووضعها على الطريق الصحيح وحصل أموال وركض وسوى وبنى في الأنبار وأسس، والأنبار مستقرة أفضل مدينة عراقية حاليا الأنبار.